إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سيدي يا رسول واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر إلهي لكل المسلمين واغفر إلهي واغفر إلهي لكل في الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم واسمه قسم من أعظم.